ينظم مجلس المستشارين تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله حفظه الله الدور الثامن للمنتدى البرلماني الدولي للعداله الاجتماعيه، والموضوع الذي اخترع هذه السنه هو العمل اللائق كرافعه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. واعتقد بانه موضوع العمل اللائق هو من بين المواضيع ذات راهنيتها، اولا ما بعد جائحه كورونا والكثير من المناصب الشغل التي فقدناها، ولكن اجل استشراف المستقبل خاصه تطبيق الاتفاقات الدوليه المتعلقه بالعمل اللائق، وكذلك حتى تطبيق دستور 2011 الذي نص في كثير من بنوده على كرامه الشغل المغربيه وعلى العمل اللائق. اعتقد ايضا بان هذا المنتدى هو فرصه للجميع، لكل الاطراف، للحكومه وللنقابات ولارباب العمل وللمجتمع المدني والاكاديمي، للتباحث حيث كيفيه تطوير عملنا المشترك من اجل الخروج بتشريعات تكون في مستوى تطلعات طبقه الشغل المغربيه، خاصه تشريعات متعلقه بالعمل، كيف يمكن مؤسسة الحوار الاجتماعي، كيف يمكن أيضا النهوض بالعمل اللائق خاصة في القطاعات الغير مهيكلة وفي الاقتصاد الغير مهيكل الذي هو جزء للأسف يشكل جزء مهم في الاقتصاد الوطني والذي تحاول الحكومات المتعاقبة على أنها تقضي عليه، ولكن يجب أن تضافر الجهود جميعا من أجل قضاء على القطاعات المهيكلة والتي هي تشكل حقيقة بؤرة للعمل غير اللائق.